لتعليمات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، يقوم الهلال الأحمر الجزائري اليوم بشحن كمية معتبرة من المساعدات الغذائية مقدرة بحوالي 180 طن إلى دولة كوبا الشقيقة التي تعاني من الحصار وتعاني كذلك من تداعيات الأعاصير المستمرة على أراضيها. إذن هي لفتة من الجزائر إلى دولة شقيقة، إلى دولة صديقة، إلى دولة لطالما وقفت إلى جانب الجزائر بين الثورة التحريرية وبعد الثورة التحريرية. إذن هي تنفيذ لتعليمات السيد رئيس الجمهورية لإعادة بعث دعائم الأخوة والصداقة بين البلدين الشقيقين. إذن هي المواد الغذائية الأساسية متمثلة في الزيت، في السكر، في المهم هي طرود غذائية يصل وزنها إلى 22 كيلوغرام للطرد الواحد، تكفي عائلة لمدة بين 15 إلى 20 يوم. من المواد الأساسية لا للأسف نظرا لبعد المسافة سيتم شحنها عبر الباخرة. اليوم هو الشحن باش نحطوهم في الباخرة، والانطلاقة ستكون 2 فبراير. زاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.